بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب يا حبايبي، طلاب سنة تالتة، هنبدأ بقى حل واجب senior exercises اهو unit 6، كذلك برضو اللي هو long man unit 6 برضو اللي هو صفحتين التلاتة اللي ورا. طبعا الكتاب ده صفحة 75 senior exercises. اول جملة بقى بيقول لي people، الناس very much in their ideas. الناس فاري ولا رانج ولا اكستشينج ولا تيك تيرن. تيك تيرن يعني يتناوب الادوار، ياخد دوره. الناس بتاخد دورها فيري ماتش ان ذير ايدياز ولا بتختلف وبتتنوع؟ لسه شرحها لك في الفيديو بتاع كتاب جاينتس الفرق بين فاري وفرايتي وفيريوس. فهي فاري يتنوع، الناس بتتنوع وبتختلف. The morning is the time when we are all more. دايما الصباح ده الوقت اللي الانسان دايما بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه نشيط، برودكتيف، منتج. قلنا بروديوس دي ينتج او انتاج زراعي، برودكت دي قلنا دي معناها منتج، كتبتها لكم قبل كده. بروديوس دي صفه منتج، او بروديوس ينتج، وما دي بروديوس هي برودكتيف، منتج او مبدع، وديت صفه ادجكتيف. ابلاينج مودرن تكنولوجي ان اجريكالتشر هاز انكريزد. تطبيق الزراعه الحديثه، الزراعه الحديثه ايه؟ التكنولوجيا الحديثه في الزراعه زودت ايه بقى؟ بروكراستريشن، التسويف والمماطله، ولا زودت الانتاجيه؟ طبعا زودت الانتاجيه، برودكتيفيتي. The management is vital to your efficiency، كفاءتك. قلنا الفعل رايز ده معناه يرتفع، دي معناه يرتفع بدون مفعول. هي عندك يا باشا ريز، وكراجل كاتبها لك او ريز بعدها مفعول، اما ريز بدون مفعول. فاحنا عايزين نحسن، يبقى ريز يور افشنسي. ريز هنا يعزز او يدعم او ايه، يحسن، ودي قلنا معناها يرفع برضه بعدها مفعول. الفعل ده لازم بعديه مفعول. The greatest obstacle، العقبة الكبيرة، to A is procrastination، التسويف المماطلة. العقبة الكبيرة لنجاحك وتقدمك هي المماطلة، يبقى بروجريس، تقدم، مش اوبريشن، عملية ولا ديفلوب. ديفلوب يطور او ينمي، لو ديفلوبمنت تنمية. بروسيشن اللي هي التسويف كده، اللي هي بروسيس اللي هي عملية، وبروسيشن اللي هي الايه، الانتاج وكده. فانا بقول لك ذا جريتست اوبستكل از بروكراستينيشن، اللي هي ايه بقى؟ تو بروجريس، ان انت العقبة الوحيدة في طريقك للتقدم هي التسويف والمماطلة. The noise in the street، الضوضاء اللي في الشارع دي، me from studying. Amused me، absent minded. Amuse يعني يسلي، absent minded دي صفة مركبة معناها مغيب الذهن. ولا distracted me، عاقتني from my study، يبقى distracted، فوكس، يركز. Students need calm atmosphere، بيحتاجوا calm اللي ما تنطقش، اتموسفير، بيحتاجوا مناخ هادئ، تو ايه، اون زير ستادي، عشان يركزوا، يبقى تو كونسنتريت، مش ديترماين يصمم، ولا ايفالويت يقيم، ولا ريز يعني يرفع. بيبول هو اولويز اباوت ماني ار هيتد باي اذرز، الناس اللي دايما ايه اباوت ماني، اللي بتتفاخر بخصوص فلوسها بتكره بواسطه الناس، براوت فخور. بوستس يعني يطبع او ايه، يعمل بوستات وكده، تريتس عامل، هي بوستس يتفاخر او يتباهى. شي ذا اساينمنت انتل ذا داي بيفور ا ديدلاين، هنا بيقول لك انها بقى سوفت وقعدت تماطل واجلت، اجلت الايه، التوقيع لحد الديدلاين. يبقى طبعا مش كانسل، دي لغت، كانسل دي يعني لغت، هي بتسوف وبتماطل، بتؤجل حاجه مهمه. نيفر ديلي توديز ورك، لا تؤجل عمل اليوم. Never delay today's work is the thief of time، دي لص الوقت اللي بتسرق عمرنا، يبقى الايه، procrastination، التسويف والمماطله والتاجيل. The main to buying this car is the high cost، the main pros، الميزه، لا طبعا لا، advantage، الميزه، the good point، النقطة الكويسة، ان التكلفة، لا، drawback، العائق والمانع، drawback. The business has seen a sharp in profits، في الأرباح، we made a loss، loss يعني خسارة. A sharp decline، قلنا decline يعني ايه؟ يتدهور أو تدهور، يبقى decline. كلمة decline يتدهور،
أو تدهور أو يرفض دعوة. Up a to-day, a to-do list helps you, إن أنت تعمل to-do list, to-do list, دي صفة مركبة, helps you things in order of, إن أنت تحط قائمة كده وتحطها ضمنا للأولويات بتاعتك, يبقى priority طبقا للأولويات, بتعمل الليستة دي إيه المفروض إن أنت تعمله الأول. Whenever he is depressed, في أي وقت, whenever يعني حينما أو في وقتما, he is depressed, هو مكتئب, he is off by watching a comedy, بيفصل من الواجب, بيفصل بس أنا مش عارف أفصل, أروح منكم فين, switch it off. أنت بتفصل إن أنت تشوف حاجة, بتفصل من الطلبة, بتفصل من مذاكرة, بتفصل switch off. Switch off يعني يطفي جهاز, لما تطفي دي يعني تفصلها شوية عشان تركز بعد كده, بس ما تفصلهاش على طول. انت فصلها من اول السنة, انت فصل من اول السنة, هلا ده للناس اللي بتذاكر وبتذاكر فبتجتهد فعايزة تفصل, انت فصل من بدري. Tests are made, الاختبارات بتتعمل ليه بقى؟ The students academic achievement, عشان نقيم بيها انجازاتك اللي انت بتعملها, كم صفر بتاخد يعني. Tests are made to, عايزين نقول يقيم بقى, مارك يعني صحح, مش هصحح الانجازات, انا صح الورق. ابريشيت قلت لك لما تقدر تقول لي ده بابا, اي ابريشيت يور ايفورت, جميلك ده يا سيدي, الناس فوق راسي مقدره يعني, بقدر المجهود. ديجري انت عارف ان دي شهاده جامعيه او درجه, يبقى ايفالويت يقيم, بنقيم بيها مستواك. يوز ذا مترو تو جو تو ذير ورك افري داي, اللي هي بقى مين؟ مش كاستمرز, الزبائن, استخدموا المترو, ترافلرز المسافرين, رايدرز دي ركب الدراجات ماشي, لكن مش المترو, هي ترافلرز كوميوترز, ترافل ده اللي بيسافر مسافات مش بشكل يومي, لو انت مسافر السخنة انت مش بيسافر السخنة بكل شكل يوم, لكن انت بتروح المترو, تنزل محطة السادات, تنزل شغلك, تروح, دي اسمها الكوميوترز. الكوميوترز دول المسافرين بخط سير يوميا كل يوم, لكن ترافلرز اللي بيسافر مدينة بقى وبيروح في رحلة وبتاع, خلاف العمل, لكن الكمبيوترز اللي بيصحى كل يوم يروح شغله بيراكمه معين وكده. هي ا نيو وورلد ريكورد, رقم عالمي جديد فور بارا باور ليفتنج. بارا باور ليفتنج اللي هي رفع الاثقال للاخوه اللي هو ذوي الهمه اللي عندهم مشاكل وكده, يبقى سيت ا نيو ريكورد, يضع رقم جديد يعني, او يحرز رقم جديد. سيت ا نيو ريكورد, يحرز رقم جديد. بينج ا نايت he may suffer health problems, دايما بيطلق على الناس اللي بتسهر اسمها night owl. owl دي يعني بومة, البومة دايما كائن بيحب يبقى يسهر بالليل او بتنشط عشان تصطاد بالليل, فانجليزي استخدموا التشبيه الاستعارة دي يا جماعة, كونك a night owl يعني ايه بومة بالليل, معناه ان انت شديد السهر يعني. وطبعا البات انت عارف ان البات يعني خفاش, تايجر نمر, بي نحلة اللي هي البومة, يلا يا بومة. Years ago farmers were they woke up with down مع الفجر يعني, زمان الفلاحين كانوا early birds, دي برضو تشبيهات ان ايه مبكرين كده, دي برضو استعارات وحاجات جميلة في اللغة. early birds يعني الناس اللي بتحب تبكر في الايه في الصحيان, ده كان زمان, دلوقتي الفلاحين عندنا في القرية في البلد عندنا بيسهروا ويقعدوا يسهروا ويصحوا بتأخر يعني, خلاص الوضع ده اتغير للأسف. The report provides a detailed of the economic situation, الراجل ده التقرير ده بيحتوي على تحليل تفصيلي, طبعا مش article مقال, analyzed الشخص اللي بيحلل شيء, هي analyzes تحليل مفصل, دي صفة مش view of the economic situation. We looked at the sky and wished the rain to end soon, سادلي بحزن بصينا للسماء وتمنينا, ولا هوبفولي بأمل, ولا انلقلي بلا حظ, او انفورشنتلي لسوء الحظ, هي هوبفولي بشكل فيه امل وكده, بأمل. keep healthy by eating well and exercising, خليك بصحة جيدة بأكلك كويس وان انت ايه تتمرن, عايز اقول بشكل منتظم, gradual يعني تدريجيا, ريجولر منتظم, انا عايز ظرف مش عايز بقول ريجولر منتظم, لما اقول
regular exercising يعني تدريب منتظم، يبقى regular صفة. لكن أنا عايز أقول لك تتمرن ها بانتظام يبقى regularly. وطبعا أنت عارف regularly دي معناها إيه؟ نادرا. هقول regular study مذاكرة ها منتظمة، لكن نادر studies regularly بانتظام. I hate and procrastination in all its forms. I hate delay. أنا بكره التأجيل والمماطلة. Delay مش operate ولا do ولا accelerate اللي يسرع أو يدوس على البنزين. The minister didn't allow reporters to air his speech. الوزير ما سمحش للصحفيين ان هم يقطعوا كلامه. مش concentrate تركز وفوكس يركز، هي interrupt وبروكراستينيت يسوف او يماطل. You must have a strong in your abilities to achieve your goals. انت لازم أن يبقى عندك ايه قوي in your abilities في قدراتك to achieve your goals عشان تحقق اهدافك. يبقى انت لازم أن يبقى عندك اعتقاد قوي. Review مش review ولا science ولا think. Review يعني مقال نقدي وكده، لكن الساينس العلم think يفكر هي belief. بليف يعني اعتقاد، وبليف اللي بالفي اي دي طبعا انت عارف انها يعتقد، ده الفيرب. It said يقال it is said a picture الصورة is a thousand words افضل بكتير من الف كلمة. يعني الصورة بتشرح افضل من اي كلمة، يبقى worth تساوي او تستحق افضل من اي كلمة. We have to effective solutions to our problems. We have to brainstorm. لازم نعصف ذهننا ونجيب حلول. احنا خدنا ان كلمة brainstorm معناها العصف الذهني، وهي برضو بمعنى يعصف ذهنه ان انا افكر في حلول. يبقى we have to effective solutions to our problems، يبقى brainstorm. Change your driving habits to optimize fuel while driving. حاول ان انت تغير عادات القيادة بتاعتك عشان تعدل وتزبط الفيول sufficiency ولا efficiency ولا regulation انتظام ولا proficient. هي طبعا اللي هي الكفاءة بتاعت الوقود بتاعتك، الكفاءة بتاعت الوقود efficiency fuel efficiency. health problems المشاكل الصحية can be reduced by careful diet بنظام غذائي حريص. significantly اللي هي بشكل بارز او واضح. actually في الواقع. permanent دائم. probably بشكل ملائم، هي بشكل ملحوظ. يعني health problems can be reduced significantly بشكل ملحوظ. encouragement التشجيع، دايما التشجيع للطلبة مثلا بيزود مستوى انتاجيتهم. طبعا مستر معك هو مالي ده يزود ديك فلوس وحفزك واثني عليك واقول لك واو. فدايما التشجيع حلو، لو السناء احنا درسنا ده في كلية التربية، لازم تحفز طلابك، لازم تنصحهم، لازم تخاف عليهم، لازم تشجعهم. فالتشجيع بيزود انتاجيتهم. فين بقى يزود؟ هتقولي ريز، هتقولي رايز. لو هي ريز كان ماشي. رايز معناها يرتفع، وقلت لك مليون مرة، وهذا الفعل لا يتبع بمفعول، هو من الافعال اللازمة. انا هنا في مفعول هو ذا برودكتيفيتي، وطبعا مش هنقول ريديوسز بيقلل ولا ديكريس يتناقص، لكن هي ايه بقى؟ انكريسز بيزود، بيزود الانتاجيه طبعا مع الطلبه. هي واز ستريبد اوف هيز جول ميدل، هو جرد من ميداليته الذهبيه. افتر تيستينج فور دراجز، بعد ما عملوا له اختبار كده للمخدرات، بيعملوا اختبارات كده للاعبين بشكل عشوائي اللي بياخدوا منشطات يعني. فاللي بيبقى بوزيتيف يبقى خلاص، يبقى بيجرد من الميداليه، يبقى بوزيتيف. كونك بوزيتيف هنا مش معناه ايجابي، لا، بوزيتيف لما تبقى العينه بتاعتك ايجابيه يعني انت خدت مخدرات او خدت منشطات، يبقى تجرد من الميداليه دي. مش كونستراكتيف بناء ولا اوبتيمستيك متفائل ولا نيجاتيف سلبي. اذا اثبت ان انت العينه بتاعتك بوزيتيف يعني في مخدر في الدم بتاعك، يبقى انت تاخد منشط. Everything has its pros and cons، كل حاجة لها مميزات وعيوب. يعني احنا خدنا التعبير ده على طول. Lightning storms may destroy air crashes، بيقول لك العواصف الكهربائية او العواصف
اللي هي بتنتج من البرك. سبحان الله، البرك اللي هو الضوء اللي بيظهر كده في المطر، سبحان الله ده بيموت. العواصف دي ممكن تؤدي لانحراق طيارات كامله بركبها. يبقى انت خدت ريزلت ان اللي هي يؤدي الى ريزلت ان وريزلت فروم ينتج عنه. انت خدت الكلام ده. The mother hugged her child after a long separation. يعني هي حضنته بعد انفصال طويل. شفت الراجل الغلبان اللي هو في فلسطين بحضن بنته وهي ميتة. قمة اليقين في الله. يعني الواحد بيستصغر دينه قدام الناس اللي في فلسطين دول. سبحان الله، يعني حاضن بنته كده وهي ميتة وبيلاه. سبحان الله، وعنده يقين في الله وصابر وواقف. بل له فيديو تاني سبحان الله بينصح الناس وبيقوي صبر ناس تانية، وهو مصاب في بنته وولاده. ده ولاده كلهم تقريبا وبيته كلهم اتدمروا. فحضن بنته بحنان. شفت المشهد؟ مشهد يعني يدمع، يخلي الإنسان يدمع. والله العظيم الواحد على وشك يدمع يا أخي. affection، الكلمة دي أصلا الحب أو الحنان. affectionate، عطوف أو حنون. affectionately، بابا بيعملنا. my father treats us with affection، بحنان. يبقى ده نوع بابا ده affectionate man، راجل حنون طيب. affectionately بحنان، بحب، بعطف. شفت الراجل ده حاضن بنته كده affectionately بايه؟ بحب او بعطف. وده الادفرب اللي بيصف طريقه حدوث الفعل. يبقى affection حب، بيسموه باللغه العربيه حنو، عطف، حنان. دايما الاب عنده ماتش affection، والام كمان affection، يعني حب او عطف او حنان. affectionate عطوف او حنون. affectionately بعطف او بحب او بحنان. الكلمات دي هتاخدها على فكره في الشابتر 6 في الستوري، وعشان كده جايبها هنا. The mother aggressively بعنف وبعدوان. aggressively يعني بعصبيه؟ لا طبعا. انا عايز اغير اللون شويه. ولا passionate عطوف، لو قلت passionately كانت ظرف كانت تمشي صح. hatefully بكره، يعني حضنت بنتها بكره؟ لا طبعا. قلنا دي الوفاء اللي وقت تمشي بعطف برضه. هي affectionately. affectionately يعني بعطف او بحب او بحنان. Is there anything you want from the shops؟ هل انت في حاجه محدده عايزها من المحلات؟ يبقى specific. Students can improve their academic taking courses. الطلبه ممكن تحسن their academic taking courses، باخذ الكورسات. presentation academic presentation، لا performance الاداء، الاداء الاكاديمي، مش هقول العرض التقديمي الاكاديمي، لا البرفورمانس الاداء. مش الستايل ولا المانجمنت، انا بحاول ازود مستواي او ادائي باخذ الكورسز. poor planning was a major، التخطيط الفقير، التخطيط الضعيف يعني مش الفقير. وذا ميجر، ميجر رئيسي. ان ذا بروجكتس فيلر، في فشل المشروع، يبقى كان عامل، يبقى فاكتور، ده عامل من العوامل اللي ادت لده. ذا كامبين ريزد، الحمله زودت ايه؟ تو كونزيرف ذا انفايرمنت. كونزيرف دي معناها يحفظ الانفايرمنت، البيئه. يبقى زودت الوعي العام، ذا بابليك اويرنس، ان الناس يبقى عندها وعي. ويو نيد تو ليرن هاو تو مانج يور تايم، انت لازم تتعلم ازاي تدير وقتك. افكتيفنس دي الفاعليه نفسها، دي الناون، دي الاسم. افكتيف فعال او مؤثر. افكتيفلي بفاعليه، وده الظرف اللي بيصف طريقه حدوث الفعل. افكتيفلي بتاثير، هي طبعا effectively بفاعلية، لأني بقول بإيه؟ بفاعلية. فأنا بقول لك we need to learn how to manage your time effectively بفاعلية. effective فعال،
افكت تأثير، افكتفنس الفاعلية، افكتفلي بفاعلية. طبعا يا باشا انا بس الواجب ده ما بخلصش يا جدعان، ده انتوا كان الله في عونك يا جدعان. المستر زهقان من الواجب. افكت، افكتف، افكتفلي، افكتفنس، افكت تأثير، افكت فعال او مؤثر او ذو نتيجة، افكتفلي بفاعلية وده الظرف، افكتفنس الفاعلية نفسها. دي ناو، دي ادجكتيف، ده ادفرب، دي ناو. وعكس افكتيف انفكتيف، غير فعال او غير مؤثر. بعدم فاعليه برضه ممكن اقول انفكتيفلي، ده العكس. وافكتيفنس عكسها انفكتيفنس، عدم الفاعليه برضه. استفيد يا عم بالكلمات دي كلها. تعال ارجع تاني، تعال نغير اللون بقى كده، نجيب اللون اللي انا بحبه دايما، اللون الاخضر. ودايما اللون الاخضر لان هذا الفرد نشأ في قرية اللي هو انا، بحب اللون الاخضر جدا حيث الحقول. عندنا البلد كده صغيرة، قرية صغيرة مليانة بالمناظر الطبيعية اللي طلعتنا كده بهذه الشخصية. البيئة بتؤثر في الانسان، بتلاقيك فاشل برضو في الحاجات التانية دي، في علوم البيئة والحاجات دي والعلوم. الانسان ابن بيئته، اتعلم. يعني البيئة تؤثر في شخصية الإنسان. يعني البيئة، الإنسان اللي نشأ في بيئة زراعية حوالي الخضرة يختلف عن الإنسان اللي نشأ في بيئة صناعية وبيئة في حياة القرية غير البيئة في حياة المدينة. البيئة الصحراوية تؤثر في الناس البدو، فتلاقيهم أقوياء أشداء ولهم طبيعة مميزة. البيئة الساحلية تجد الناس متأثرين حتى في لهجتهم. البيئة الزراعية غير الصناعية، كل الإنسان ابن بيئته. فاكر هذا الكلام اللي كان بيقوله لنا مدرسينا؟ فاكرينه؟ الإنسان ابن بيئته، يعني يؤثر في البيئة ويتأثر بها. الإنسان اللي نشأ في بيئة صحراوية يختلف عن البيئة الساحلية، عن البيئة الزراعية، عن البيئة المدنية اللي احنا عايشين فيها في القاهرة. تعلم ياه. The company redesigned, redesigned the processor to improve its ايه بقى؟ عشان تحسن ايه؟ عشان تحسن فاعليتها. يبقى بيعدلوا ويغيروا عشان يحسنوا الفاعليه. احنا لسه قايلين ايه بقى؟ يبقى ده الناون اللي هو افكتيفنس. شايف اللون الاخضر ده حلو ازاي؟ charities are mainly on donations. donations تبرعات from the rich. يبقى بتعتمد على اهي on، يبقى depending on، تعتمد دايما على. the film is a of the 20th century life in Egypt. انعكاس للحياه في القرن العشرين، مش اقتراح ولا بروفايل ولا برودكتيفيتي، هو طبعا ريفليكشن، انعكاس. رانا ستارتد رايتنج ها سينس شي واز يونج، دي جت في نموذج استرشادي. شي ريكوردد، بتسجل كل حاجه في الانشطه بتاعتها، هي دايري. ويعلم الله يسأل، الدفعه بتاع السنه اللي فاتت كنت بحط كلمات كده في الاخر كده، الفروق بين كلمات دي ودي، دي مذكرات شخصيه او مفكره، دي معمل البان. خلي بالك ودي غلط طبعا. بايجرافي اللي هي السيره الذاتيه وبتاع، اتيتيود اتجاه او سلوك، هي دايما بتكتب مذكراتها in her diary. exams are not the only way، الامتحانات مش الطريقة الوحيدة اللي تقيم بها مهارات الطلبة. there are many ways to evaluate them. هي assess طبعا معروفة، assess يقيم، اللي هي برضو بتساوي evaluate. assess دي يساعد، develop دي يطور، evolve دي ايه يلف او يدور، evolve. you should a your dreams، ميك اب فور يور دريمز، اتعود احلامك، جيت توجذر ولا كيب ان تاتش ولا هولد اون تو، تتشبث، تمسك بقوه في حلمك، تعافر الفتره الجايه، تسترجل بمعنى صح يعني. هولد اون تو، التشبث بالحاجه يعني ماسكها بقوه. لما تتشبث باحلامك تقول لها لازم تتحققي ومش هسيبك. شي فيلت، هي شعرت بايه؟ waiting for the result of the exams. curious فضولي ولا exciting ولا شوكد مصدوم؟ لا هي anxious قلقانه. anxious يعني very worried. شوكد مصدوم ولا exciting ولا curious فضولي؟
His reaction shows that he isn't about the new idea. بيقول لك حماسه أو رد فعله ما ظهرش إنه متحمس. قلت لك في كلمة اسمها enthusiastic, متحمس بخصوصي, enthusiastic about. قلت لك في enthusiastic و enthusiasm و enthusiastically, بحماس. شوف اكتبها لك بخط قد الجاموسة. enthusiastic عشان تشوف, لو بتشوف enthusiastically enthusiasm enthusiasm الحماس. نجيبه منين بس؟ نجيبه منين وانت مش عايز تتحمس, مش عايز تسترجل, ومش عايز تذاكر؟ enthusiastic متحمس, وتأخذ حرف الجر about. enthusiastically بحماس, لازم you should study enthusiastically بحماس, لازم تذاكر وانت مليان enthusiasm حماس. السلام. شايف يد العظمة واللغة يد. enthusiastic enthusiastically, دي الظرف, دي الصفة ودي ظرف. نادر is enthusiastic about the match. The players of الأهلي play enthusiastically, بيلعبوا عكس لعيبة الزمالك. أنا زملكاوي على فكرة, بس الأهلي دايما بتتميز إنها play enthusiastically, بحماس, برجولة, تقاتل من أجل النادي. مش واحد عايز فلوس, قاعد باشا عايز فلوس, موظف مش لعيب. انتوسيازم الحماس نفسه. وقعد الكلمات دي وبروزها كده واكتبها. يلا يلا يلا. بسم الله. ياث الشباب should struggle to a difference to their lives. لازم نيجي كده الكولوجيشنز والبروزيشنز وحروف الجر عشان يعملوا لنفسهم make a difference, يعملوا فرق في حياتهم. make a difference, هي make a difference. انا عايزه بخط تخين برضو. back ان تبص وراك is useful as it helps you learn from your mistakes. لو هتبص ورا عشان تتعلم من اخطائك, بص وراك وتعلم من اخطاء الماضي. لو هتقعد كل شويه تبص وراك هتتعثر ومش هتوصل. يبقى تبص ورا عشان تستفيد. يبقى looking back, مش هقول look back, لا انا ممكن اقول لك look back انظر, يبقى صيغه امر, لكن انا بقول لك البص ورا is useful مفيد, يبقى looking back. We can a conclusion after taking all factors into account. احنا ممكن draw a conclusion. يعني ايه draw a conclusion؟ نستخلص استنتاج او نصل لحاجة. draw attention يعني يجذب الاهتمام, لكن draw a conclusion يعني نستخلص حاجة ونوصل النتيجة في النهاية. She was told, هي اخبرت, يعني دي passive. She was told to a her cloth, انها go away, تذهب بعيدا, give up, تتخلى عن, ولا keep off, تبتعد عن, ولا put away, تضع ملابسها بعيدا. These photos make me think. الصور دي مخلينا افكر في ايه؟ my childhood. انها تخلينا افكر في الماضي. think back to. الواحد يشوف صوره كده ايام بشعر, لما كان بشعر وشاب وكان عنده بصر حاد. احيانا كان عندنا خدود, وانا كنت في الجامعة كان عنده صورة بشنب كده رهيبة. يا لهوي لو حد شافها الواحد بيرجع زمان. يا سلام مرحلة الطفولة بقى, كنا بنلعب في الشارع, كنا بنلعب حافيين. لعب حافي ده لعب عظمة. طبعا انت بتقول هو المستر بيرغي في الفيديو, انت مالك انت؟ هو الفيديو بتاعه ولا بتاعك اصلا؟ يا مستر ما احنا مش فاضيين عايزين نروح نذاكر. انا ما انا بذاكر لك يلا, بس انا بحكي لك عن طفولة هذا المدرس. كنا بنلعب حافيين والله. ويوم ما جبت الكوتش من باتا قماش كان عظمه ب 3 جنيه اقسم بالله, حوشت عشان اجيبهم. واول مره بقيت بس ما عرفتش العب بيه, ما عرفتش اجيب جوان بيه والله. اللي بيتعود على اللعب حافي بيبقى عظم. يا سلام بقى لو تشوط الارض يا معلم صباعك, بقول لك يا لهوي. اسكت انا صباعي وجعني والله من لما افتكرت الايام دي والله. الواحد بقى كان يلعب وهو حافي كده, كانت ايام جميله والله. The time of the meeting, وقت الاجتماع ده, has it changed the request of the majority, طبقا لغالبية
او لطلب الاغلبيه. التعبير ده at the request of. التعبير ده على فكره موجود في الستوري على فكره في شابتر 6. The Suez Canal, قناه السويس. The Suez Canal revenues have increased 2% recently. يعني قناة السويس والإنتاج بتاعها ازداد بنسبة 2%. يبقى على فكرة increase by معروفة دي المفروض انت عارفها في حروب الجر. You really should come and see our new house. هي مش come over يتغلب على. هي come round. Come round يعني come to visit يزور. Come round أو around على فكرة. يعني انت لازم تيجي تزورنا. يبقى معناها يزور visit. حلو الخط التخين ده يخش في عينك عشان تشوف وتكتب. Synonyms والantonyms خش يا باشا. The Great Pyramid is a massive building. Massive is antonymous. يبقى عكس يعني. With يبقى expensive. اللي جاب حاجة ضخمة لحاجة غالية. طب huge ما huge ضخم برضو بنسوي نفس المعنى. احنا عايزين عكس. Ancient يعني very old عتيق أو قديم. يبقى هي tiny ولو قلتها تاني هموتك. Tiny يعني very small. Technology has an impact. لها تأثير on our life. A synonym for impact. تشبعنا بقى كلمة impact. Impact يبقى influence. دي كلمة influence يؤثر وتأثير. مش fact ولا pressure ضغط ولا كل سبب. Our tastes vary from each other. Another word for vary. Vary يعني يبقى تتنوع وتختلف. هنا vary معنى verb. مش increase ولا reduce يقلل ولا enlarge يضخم وكده. هي differ يختلف. Vary يعني يختلف. The company provides courses to reasonable efficiency. الشركة بتوفر كورسات to reasonable لرفع كفاءة الموظفين. The antonym efficiency اللي هي الكفاءة قلنا عكسها inefficiency مش محتاجة نضيف لها المقطع اي ان. وقلنا ده اسمه prefix والprefix عبارة عن مقطع بيضاف اول الكلمة بيدي عكسها. happy unhappy lucky unlucky agree disagree. My brother procrastinated. أجل until the last minute. بأجل آخر لحظة. And had to stay up. وبيضطر يسهر. To finish. The synonym of procrastinate. مرادف كلمة procrastinate. اللي هو يسوف أو يماطل أو يؤجل. Is postpone. ولا perform. ولا replace. ولا argue. طبعا انت عارف انها postpone. يؤجل. زيك فاشل وبتأجل. واللي بيأجل بياخد على دماغه وبيخيب. تخيب روح. تخيب مين؟ مش هسيبك تخيب. ده انا اولع فيك. I have my car at an Airbnb garage. I have my car serviced. لو جاب الشيء مع have او get تصريف ثالث. لو جاب الشيء مع هاف او جت تصريف ثالث. لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جتو مصدر. I have my car serviced. لو قلت I have the mechanic service my car. We had a web designer. الله جبنا مصمم ويب بقى. لسه بنقول اهو. لو جاب الشخص مع هاف مصدر. فين بقى المصدر هنا؟ بيلد يا باشا. المصيبة لما تكونش عارف المصدر. الكوزيتيف احنا قلنا لو جاب الشخص مع هاف مصدر يعني مع هاف وجيت. لو جبنا الشخص I have نادر يبقى مصدر. لو قلت I get نادر يبقى تو زائد مصدر. اكتب يا ابني العلم ده يا ابني. اكتب يا ابني وبص يا ابني. بص يا دي العزمة. لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت مصدر. لو جاب الشيء مع هاف او جت يعني I have نادر من the car. I get نادر to من the car. I have my wife to cook محشي. I get my wife to cook محشي. لكن هاف وجت مع الشيء
حصري في ثالث الوالدي بي. فتغني بقى لو جاب الشخص معها في مصدر مع جبته مصدر، لو جاب الشيء معها او جت تصرف ثالث. طبعا ده الكوزيتيف اللي هي قاعده السببيه، وان هاف هنا بمعنى اسك وجيت هنا معناها يقنع، كن ايه كونفينس. يبقى وي هاد ويب ديزاينر اللي هو المصمم، يبقى بيلد. لكن لو قلنا وي هاد ا ويب شبكه او نظام يبقى بيلد تصريف ثالث. اي جوت، شوف ماي ا فريند، جبنا مع الشخص مع جت يبقى تو مصدر. لو جاب الشخص معها في مصدر مع جت تو مصدر. اي جوت ا فريند تو ميت، I went to the opticians اللي هو الايه الراجل بتاع النظارات اللي هو اخصائي نظارات. To have my eyes لو جاب الشخص مع have مصدر، لو جاب الشيء مع have object تصريف ثالث يبقى tested. You have better ابوستروف دي بيتر دي يبقى you had better. Have a plumber. Plumber المشكله انت انا مش عارف الكلمه دي ضعت. Plumber اللي هو السباك مش بلمبر. يبقى عشان تعرف الشخص اهو شوف كلمه تعوقك اهو. وي هاد بيتر هاف، جبنا الشخص مع هاف مصدر يبقى ريبير على طول. هاف يو جات يور كلوث، ملابس اهي، يبقى لو جاب الشيء مع هاف او جيت يبقى ايرنت تصريف ثالث. يور تيس وايتند يعني انت رحت بيضت اسنانك. ديد يو هاف، ديد يو ميك، مش هقول ديد يو ميك يور تيث وايتند، ولا هاد يو، هاد يو يور تيس وايتند، ولا you did، هي طبعا did you have، انا بسأل اهو did you have، did you have. Do you clean the apartment yourself، انت بتنظف الشقه بنفسك، apartment برضو زي flat برضو. Or it cleaned، طبعا مش allow it ولا let it ولا make it، لو قلت make it clean يبقى have، وهنا لو جيت صح على فكرة. The teacher made، قلنا الفعل make، معلوم مصدر، مجهولته مصدر. The teacher made the late comers، خلى العيال جايه متاخره. In the class يبقى يقفوا في الفصل، يبقى stand. دلوقتي الطلبه اللي بتوقف المدرسين في الفصل، يعني ما بيروحوش فصول اصلا ولا بيروحوا مدارس للاسف. The teacher made the late comers، المدرس خلى المتاخرين يجوا ايه؟ يجوا متاخرين، وقفهم يعني. قلنا الفعل ميك وده فعل مهم جدا، معلوم مصدر مجهولته مصدر، يعني مستر معلوم مصدر مجهولته مصدر. I made علي، انا اكبرت علي. Clean the flat، خليها زروم عشان المساحة الصغيرة دي. الجملة دي اكتف، يبقى الفعل ميد اهو معلوم مصدر، ادي فاعل، ادي فعل، ادي مفعول، ادي مصدر. فالفعل ميك معلوم مصدر، يعني في الاكتف هيجي بعدين المفعول وبعدين المصدر. اي ميد علي كلين ذا روم. طب ابدا بعلي بقى واعملها باسم. علي واز ميد، مش علي اتصنع يا حمار، علي اجبر، يبقى لازم يبقى تو، يبقى تو كلين. وهنا الجملة دي بقت باسيف اهي، والجملة دي مهمة جدا على فكرة. I made علي clean. I was made to clean. I made my wife clean the room. My wife was made to clean. فعل ميك معلوم مصدر، مجهولته مصدر. الفعل ميك معلوم مصدر، مجهولته مصدر. Stand. يا مهون هون هون يا مهون. مغني مغني بس فيمس. We were made. اشوف يا ابن العظمه. We were made. لسه اشرح لك اهو الباسيف اهو. شوف We were made. يبقى ده باسيف. الفعل ميك معلوم مصدر، مجهول تو مصدر. We were made to do the assignment again. اجبرنا نعمل ده تاني. His parents tried to make him، حاولوا يخليه، tried to make، ادي ميك اهو معلوم مصدر، يبقى بي a better person. make him بي، make him بيخلوه يجعلوه، make مفعول مصدر لان معلوم اهو.
My brother let me. الفعل let قلناه مليون مرة. بعد المفعول والمصدر على طول. My brother let me. يبقى use his computer. الفعل let. ده ملوش علاقة بقى لأنه ما بيجيش باسف. يجي بعدين المفعول وبعد المفعول المصدر. My brother let me use. My father never allows me. الفعل let. قلنا مفعول مصدر. طب allow بقى لو بعدين مفعول. allow بعدين المفعول وبعد المفعول تو زائد المصدر يا باشا ده allow. يبقى my father never allows me to drive his car. احسن عشان ما تسوقش. The mother doesn't allow. بس الفعل allow لو لما جاش بعد مفعول يتبع by ing يبقى watching. خلي بالك. يلا يابا ما فيش حاجة بالساهل. There is nothing to stop you. ما فيش حاجة توقفك. الفعل stop بعده المفعول يا ing يا from ing. يبقى from accepting the offer. Getting the kids their beds is hard. اقناع العيال ان هم ينظفوا سريرهم او يرتبوه عملية صعبة. ما هم عيال. واقناع العيال بالمذاكرة والرجولة شيء صعب. Getting students to study شيء صعب. Getting the kids ما هم اطفال. لكن لو رجل هيقوم يذاكر. Getting the kids الفعل get لو جاب الشخص مع have مصدر مع get to مصدر يبقى to make. I must get the curtains لو جاب الشخص مع have مصدر مع get to مصدر لو جاب الشيء مع have او get تصريف ثالث. لو ما انتش عارف كلمة curtains اللي هي الستاير واللي انت واخدها على فكرة عندك في القصة ان مس هاشم ممنوع الستاير تنزل والستاير دايما مغلقة يبقى جيت الشيء يبقى تصريف ثالث يبقى cleaned. She had her phone number اهو جايب برضو الشيء اهو تليفونها يبقى change it تصريف ثالث. Her dress was too long فستانها كان طويل so she had it. أظن إت دي غير عاقل يبقى تصريف ثالث يبقى عشان كده أثرته يبقى shortened مش هي اللي أثرته حد تاني أثره لها يعني. We convinced them to stay with us which causative verb أي verb causative ممكن يحل الفعل convince هنا. أنت واخد إن في فعل منهم يقنع اللي هو got لت دي يدعى ويسمح made يجبر قال لو يسمح لكن got اللي هي بتيجي بمعنى إيه يقنع زي ما قلت لك convince في الكوزيتيف الفعل جت بمعنى يقنع. He attends his hairdresser to cut his hair هو راح للحلاق to cut his hair every month. This means المفروض كان الباربر لان ده حلاق الرجاله. This means he cuts his hair لو قلت he cuts his hair يبقى هو اللي بيحلق شعره بنفسه. His hair are cut ازاي هير ومعاها ار وشعره بيتقص ازاي كده واز والمفروض از كمان. He has his haircut. هي دي. I have my haircut. I had my haircut. يبقى أنا الشخص عمل لي شعري. أي هو اللي بيحلقه لي. I am having my haircut. Nader has his haircut. يبقى أنا قعدت واتعمل لي الشيء ده. لكن لو قلت I cut my hair يبقى أنا اللي عامل ده بنفسي. The writer is having next month. Is having. Is having publishing. إزاي يعني. Is having الحاجة تصريف ثالث. His book published. مش أقول is having published his book. ولا having been publishing. Having الحاجة تصريف ثالث. My parents never. هنزل أجيب القلم وقع. لا ما تعملش قط. الحاجات دي أنا بحبها. خلينا تلقائيين. أنا كمل قط لي أصلا. My parents never allow to the cinema during exams. الفعل allow ما تتخدعش وتقول to زائد المصدر. لو جه بعد مفعول to زائد مصدر. ما جاش بعد مفعول يبقى ing يبقى going. الجملة الجاية دي أنا بشبع عليها جت في الاسترشاد أشوف. By this time next week بحلول الوقت ده. By next time next week. By this time ده مستقبل تام. Well we have got our house painted. مش هقول will we paint لا ان الحاجة هتتعمل لنا our house be painted be painting our house لا
Will we have got our house painted? Positive. Which of the following is structurally correct? وأنا بعز الجمل دي لأنها بتظهر الفروق بين الطلبة. Which of the following is structurally correct? أي واحدة من دول جملة صحيحة. I will get a mechanical check لو جاب الشخص مع have مصدر a mechanical ميكانيكي. لو جاب الشخص مع have مصدر دي مصدر صح؟ طب دي مش have دي get. ولو جاب الشخص مع have مصدر مع get تو مصدر يبقى دي غلط لازم يبقى فيه تو. I will have my car checking ولو جاب الشيء مع have أو get تصريف ثالث دي تصريف ثالث انا بوطي عشان تشوف دي تصريف ثالث شوف لا يبقى دي بره. I will get a mechanic who checks يعني I will get a mechanic who checks I will get a mechanic to check هي I will get my car checked اهي by the mechanic ودي ممكن احط هاف هنا برضو عادي جدا لان لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر لو جاب الشيء مع هاف او جت تصريف ثالث. يا رب تفهم بقى خش على ريفليكتيف ايساي. ريفليكتيف ايساي اللي احنا خدناه المقال الانعكاسي الراجل اللي كان بيتكلم عن صعوبه عنده وازاي عمل ايريت يتغلب عليها بالمايند ماب وازاي عمل الخطه وعمل 25 دقيقه ولقى قريتها لكم التكست دوت ورجع في مش عارف في قراراته وغير في قراراته لحد ما وصل لطريقه مثلى تخليه يذاكر وبقى كويس يعني. شوف بقى I can understand the logic of دي تعبيرات ممكن تستخدمها في الريفليكتيف ايساي. الريفليكتيف ايساي انت بتناقش حاجه تخصك وبتتكلم عنها باستفاضه. The big drawback for me بيقول لك العائق الوحيد كان كذا. ارجع للتكست انا كنت قاري معاكم. Looking back النظر للعوده للماضي يعني I kept going استمريت في ده. قال لك انا عملت الخطه دي وبعد كده لما كنت كاتب لك ان الفعل كي بيجي بمعنى اين جي يبقى يستمر بيقول لك استمريت في الحوار ده لانه كويس. I made a better job عملت خطه افضل واديت اداء جيد لما عملت النقطه دي. This definitely had a positive impact كان له تاثير ايجابي علي لما قال لك عملت خريطه. I was surprised اندهشت لما شفت النتيجه ان اسوأ حاجه كنت وحش فيها بقيت كويس فيها بالتكرار مش زيك اول ما تشوف الحاجه مش عايز تستمر. By what a big difference the study plan made وبهذا الفارق الكبير الذي احدثته خطه المذاكره لما عمل خطه للمذاكره وذاكر وكده. When taking when talking لما تتكلم about your experiences عن خبراتك وتجاربك في الماضي. Your position now من مكانك الآن يعني أنت بتقول دلوقتي في العودة إلى الوراء يبقى looking back. Which sentence is not reflective أي جملة دول ما تعبرش عن تجربة انعكاسية أو بتحكي عن تجارب شخصية. I know a little about astronomy لا أنا أعرف شوية عن الفلك ماشي دي حاجة ممكن إنسان بيحكي عن نفسه. A picnic means you can bring your food لا دي برا اللعبة خالص يعني إيه a picnic دي يعني أصلا النزهة لا. I always wondered what would be like to have a picnic. يبقى أنا بتكلم عن حاجة شخصية هنا. All the above لا مش all the above. هي اللي بره دي a picnic means you can pick your food دي. The last time I blogged آخر مرة فيها I was worried about my exams. Well you won't believe what happened. أنا آخر مرة دخلت فيها على ابتدى واتلخبطت وكده فآخر مرة بيقول لك أنا ما كنتش مصدق اللي حصل. I won't believe what happened. Can be part of A. ده ممكن يتكون في say A ده نوع إيه. هو بيحكي عن تجربة شخصية هو. مش descriptive وصفي. ولا an exhibitory تفسيري. ولا argumentative جدالي وجدلي. لا هي reflective. To describe the negative effects. عشان نستخدم الآثار السلبية وبعبر عن الصفات السلبية الحاجة. I made a better job. إزاي؟ The big advantage أفضل ميزة. أفضل ميزة. وانا بتكلم عن الاثار النيجاتيف طبعا ذا بيج درو باك النقيصه الوحيده او العائق الوحيد وبرضه مش هقول لوكينج باك. وين ديسكرايبنج ذا بوزيتيف افكت يوز لما بنستخدم ال البوزيتيف افكتس لما اوصف ال 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 البيج اللي عايز اقول الحاجه الكويسه يعني هقول وان اوف ذا كونز از واحد من المميزات لا انا عايز اقول انا نجحت في حاجه. The big disadvantage العيب الوحيد the big drawback العائق الوحيد ولا I made a better job of it أنا قدرت أوصل للحاجة دي تأثير إيجابي. Which of the following is not reflective أي من دول برضو لا تعبر عن الريفليكتيف الانعكاسية. Online learning is a good way for studying
التعلم اونلاين ده انت فين التجربه الخاصه هنا اللي انت بتحكيها؟ I did a better studying using online. ده شغال حلو. اونلاين ليرنينج هاد ا بوزيتيف امباكت اون ماي برودكتيفيتي. لاني بحكي عن حاجه شخصيه نفسيه لي انا. الريفلكتيف بيحكي عن حاجه له الاولانيه دي بره اللعبه خالص لانها بتتكلم عن ظاهره عامه. لكن ده بيقول انا عملت كذا. اونلاين شوبينج كان حاجه بالنسبه لي اون ماي برودكتيفيتي. اي واز سربرايزد انا اندهشت. يبقى كل الثلاثه دول يتكلموا عادي جدا عن الايه؟ الريفلكتيف. لكن دي بره خالص يبقى هي دي اللي غلط. خش على الترجمه ما تخافش. هي دي مضلمه كده ليه؟ ولا هو شكلها كده طلع مضلم؟ فلاش كان مصورها ضلمه. خليها ضلمه يا مستر. هي شكلها ضلمه مع العيال دي والله ما انا هي كده ضلمه. انتوا شايفينها؟ طيب هم شايفينها يا مستر. هي موجوده في الكتاب على العموم. شغاله شغاله. وبعدين مش شايفها روح يبص في الكتاب يا عم. بص وتجسيد للضلمه ان انت ما بتذاكرش. The person who seeks success. seek يعني يسعى الى. knows well that procrastination. عارف ان التسويف ده is his first enemy. عدوه الاول to achieve his sought aim. thought دي الماضي من seek اللي هي يسعى. seek sought. وجايه صفه هنا. sought aim يعني الهدف المنشود اللي انت بتسعى له. الانسان الذي ينبذ النجاح يعرف جيدا ان ينبذ. هو النجاح بينبذ. ينبذ ينبذ يعني يكره. يالا انت بتكره النجاح؟ الانسان الذي ينشد النجاح. الله يعني يسعى للنجاح. يعرف جيدا ان صديقه الاول الوصول هذا في التشويف. ده صديق ده عدو. عدو اهي. الانسان الذي ينشد النجاح يعرف جيدا ان عدوه الاول الوصول هو المنشود والتسويف. هي الجمله دي طبعا. التسويف هو اللي عدوك للوصول للنجاح. فروح ذاكر. الانسان الذي ينشد النجاح يعرف جيدا ان عدوه الاول وصول لهدف هو النفاق. لا مش نفاق يا حبيبي. people need to be flexible. الناس تحتاج تبقى مرنه to retrain themselves to meet عشان يعدلوا من نفسهم to meet the job market requirements عشان يوصلوا لمتطلبات سوق العمل. idleness causes many social problems اللي هو الايه؟ البطاله بتسبب مشاكل عديده. احتاج الناس الى تكثيف البحث عن فرصه عمل. يحتاج الناس لتكثيف البحث عن فرصة عمل ولا يحتاج الناس للتحلي بالمرونة؟ يحتاج الناس إلى التحلي بالمرونة لإعادة تدريب أنفسهم لتلبية متطلبات سوق العمل. فالعمل له فوائد كثيرة. فالعمل دي العمل ولا البطالة؟ يحتاج سوق العمل إلى متطلبات كثيرة من الناس. فالبطالة والكسل من مسببات. وما جابش سيرة الكسل على فكرة. وبعدين مش متطلبات كثيرة. يحتاج الناس الى التحلي بالمرونه لتدريب انفسهم. هي الاجابه دي الاخيره. ترسيخ قيم التسامح في المجتمعات ضروره ملحه. ملحه يالا مش مالحه. ملحه يعني شيء ضروري يالا. ملحه لا سيما في وقتنا الراهن. making the worth of tolerance. making يعني ايه making worth دي؟ يعني يساوي او يستحق؟ لا طبعا. Making the virtues of tolerance is an urgent necessity, especially recently. حاليا وميكنج برضو وفيرتشوس الفضائل. لا هي غرس. Implanting values. هي دي تقريبا على فكرة. Implanting the values of tolerance in societies is an urgent necessity, especially nowadays. خاصة في هذه الأيام. فهذه هي إيه؟ الجملة الصحيحة. Making the principles of tolerance in societies is an urgent necessity. especially خاصة مش making the principles عمل المبادئ. لا غرسها. إذا كنت تريد إدارة وقتك بشكل فعال أو بشكل جيد رتب قائمة مهماتك بحيث تبدأ بالأمور الأكثر ضرورية. If you want إيه يا سير؟ عايزين نخلص الواجب. You want anything مني؟ anything anything مش anything بالاس. anything anything yes no thank you. بس لو سمحت الوقت انزل باسرع ما يمكن. الوقت بقى خلاص خلص وبيترفع بتجيب. وعملت لي حاجات حلوه ولا عملت شيء؟ الطايه اللي انت خدتها دي يعني في عشره وعيش وملح وفي شاي. ما هم شافوك انت بتاخد الطاقيه وهتروح بيها دهب. بس خلاص وضحتني. يعني صاحبك وحبيبك اداك طاقيه تقدره. لا مش كات يابا. لا يابا تنزل فيديو للعيال. حاضر.
الطاقية دي عيش وملح برضو وحاجات كتير. خلاص بقى خلاص ولحتني خلاص. والطعم المال كلير. المال كلير ان شاء الله اقرب فرصة هتلاقيني جاي لك هنا بالطعم وبالتاج وهنعمل. ايوه نلبسه هنا بقى نشوفه على رواد الشارع. ما ينفعش يقول لك ده مجنون جاي من عصور الكهف ده ولا ايه؟ ده انا كنت ماشي في السنتر مستغربين لي خالص. جود باي كينج. ثانك يو مان. الف سلامة. مستر فلاش طبعا هو المونتاج والحاجات الحلوة والفيديوهات والحاجات اللي بنزلها لكم. إذا كنت تريد إدارة وقتك بشكل جيد رتب قائمة مهماتك بحيث تبدأ بالأمور الأكثر ضرورية. If you want to manage your time properly, start your to-do list. أنا to-do list دي خلي بالك دي صفة to-do list يعني القائمة اللي أنت تحب تعملها with the most essential. Essential قلنا ضروري. هي دي على فكرة الإجابة. طيب عايزين نشوف الجملة الثانية كده. أهو If you want to waste لو عايز تدير وقتك ولا تضيعه waste يسرف. If you want to manage your time probably start your do list with the most inessential. شايف الخبص inessential؟ لا طبعا دي غلط. If you want to manage your time probably start your to do list with the least الأقل ولا the most. شفت الخبص the least دي معناها الأقل يبقى دي بره يبقى هي الإجابة الأولى الصح زي ما قلنا. ده بالنسبة للواجب اللي في صفحة كام ده بقى 82. هنخش بقى على الواجب اللي هو بتاع ايه بتاع لونج مان برضو نفس يونت 6 تقريبا. استنى كده منتأكد. يونت 6 لونج مان وده ان شاء الله مش هياخد وقت كتير اذا احيانا الله. ايوه اللي هو صفحة كام 198. هتأكد لكم بس عشان تبقى عارفين انتوا رايحين فين عشان عارف الذكاء. 198 ده الواجب يونت 6 اللي في سينيور اكسرسايزز اللي هي جمل لونج مان. You aren't working hard. انت ما بتعملش بجد. You need to be more. انت المفروض تبقى more ايه بقى؟ talkative رغاي اكتر ما هي ناقصة. negative سلبي successive متتالي ولا productive منتج. قلنا الصفة دي قد تصف الانسان productive worker عامل منتج قلنا دي صفة. The manager used to encourage his workers. كان دايما معتاد ان يشجع الانتاجية بتاعت عماله يبقى productivity. How do you use ideas amongst a group of friends ما بين مجموعة من طبعا البرينستورم ideas الأفكار اللي فيها عصف ذهني. The exams questions أسئلة الإيه الامتحان should A to cover عشان تغطي all the aspect of the assessment التقييم يبقى لازم تتنوع. Decrease تتناقص. Raise يرفع. Include يشمل. لا هي لازم أن تتنوع قلنا فاري يتنوع. Nowadays employees الموظفين are mostly evaluated بيقيموا according to their A بيقيموا طبقا لكفاءتهم. فين الكفاءة هنا؟ importance أهمية equality مساواة ولا efficiency الكفاءة؟ sufficiency اللي هو الاكتفاء في self sufficiency الاكتفاء الذاتي مش طبقا لاكتفائهم لا هو طبقا لكفاءتهم. I read an important report. أنا قريت تقرير مهم on A the impact of advertising تأثير الإعلانات على الأطفال. يبقى في في تقييم عايزين نقيم يبقى عن تقييم إعلانات. الإعلانات بتأثر على دماغ الأطفال طبعا. When you change the way you work لما تغير نتيجة شغلك أو طريقة شغلك ودي كنا قايلينها في الريدنج. لما تحدث أي تغيير في حياتك لازم تشوفه وتقيم هذا التغيير هل أتى بجدوى هل أتى بنتائج إيجابية ولا سلبية. When you change the way you work you need to its advantages and disadvantages first. Concentrate يركز ولا fabricate يألف ولا regulate ينظم وكده regulate أو يدور ولا evaluate يقيم طبعا. Energy bills have increased this winter. فاتورة الطاقة بيلز يعني فواتير. خلي بالك في بي اي ال 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 دي جرس لكن بيل بي اي ال ال فاتورة. فواتير الطاقة have increased ازدادت بشكل كبير this winter all over the world يبقى significantly. My father smiled ابتسم at me قلنا affectionately بحنان احنا لسه شرحنا affectionate حنون فولش غبي او احمق فولش لي بغباء مش والدي ابتسم بغباء ليا لا affectionately بحنان. Pollution has a serious
impact. قلنا كلمة impact لها كذا معنى، قلنا معناها تأثير. impact هنا معناها مقارب اللي بلاقيه، ولسه حالين جمل زيها importance cause ولا effect. خلي بالك دي بالإيه، دي يؤثر على، لو هي بالإيه كانت صح تأثير. 11 بيقول children need to be taught، أطفال محتاجين يعلموا not to talk back to their parents. يعني ما ردوش، يعني talk back ان انت ترد عليه، عقوق الوالدين ان انت ترد اصلا. اثبات الحجة على والديك، يعني حتى لو والدك مخطئ والدتك مخطئة وانت عايز تثبت عليهم الحجة دي والحق بتاعك، عقوق. تخيل، فلازم ان اطفال تعلم انها ما تردش على اولياء امورها او اولاديها. children weren't allowed to discuss issues. children shouldn't be allowed to reply rudely. هو ايه المعنى هنا يعني؟ هو ايه المعنى children weren't allowed، ما كانش مسموح لهم to discuss issues، يناقشوا القضايا؟ لا، يناقشوا issues يعني قضايا، مسموح لهم يناقشوا القضايا، لكن المقصود الجمله دي معناها not talk back، ان هم ما يردوش على اولياء امورهم. talk back ان انت بابا يقول لك كلمه فتردها 10، يا ريتك بترد بادب، ده صوتك بيعلى كمان وبتبجح. children shouldn't be allowed to reply rudely، المفروض ما يسمحش لهم للرد بوقاحه. children were asked to stop making noise، ملهاش علاقه بالضوضاء، ممكن يعملوا ضوضاء عادي مع نفسهم. children weren't allowed to say anything، لا مش مسموح لهم يقولوا اي حاجه، لا مسموح لهم يقولوا ويعبروا عن رايهم، لكن الا عقوق الوالدين. وانا ياما بقول لكم الحوار ده في الحصه، عقوق الوالدين من الكبائر، الردود على والدك بشكل غير لائق، ماشي، ده عقوق. لن تعرف قيمه والدك ووالدتك، ماشي، الا اقدر الله بعد وفاتهم، ولا يعرف قيمه النعمه الا اللي فقدها. فبلاش، لان دايما وبقولها لك تاني وما مملش عن كده، وبقولها لك نصيحه اخ او نصيحه اب، مفتاح النجاح في حياتك في طاعتك لوالديك وحسن طاعتك لهم. وسر من اسرار نجاح المعلم اللي واقف قدامك ده، ماشي، دعاء والدته ووالده له ماشي. بقولها لك تاني، عادي جدا كلنا بنخطئ، ممكن على صوتنا احيانا نعتذر ونطلب السماح وان هم يسامحونا، لان بقول لك لو والدك والدتك مش راضين عليك والله لن ترى نجاح في حياتك. The reason أو the other this research، البحث ده was done the request of the science teacher، بناء على طلب، ده حروف الجر طبعا، قلنا at على فكرة، at the إيه the request of، أنا عايز أغير اللون ده عشان في تداخل كده، بيسموه تساوي الشكل مع الأرضية، ده علم نفسي بقى، الغموض الإدراكي إن الشكل يتساوى كده، في تشابه كده، يبقى ما ينفعش. at the request of، بناء على طلب كده، يبان بقى الفرق. You are doing well، انت بتؤدي اداء جيد. My coach said I'm sure you will carry achieving more success، ان انت تستمر في تحقيق النجاح. carry on يعني يستمر، انا اكتبهم، كنت كاتبهم لك من شويه تاني. carry لوحدها يحمل، carry تاني، carry تالت، carry رابع، carry يحمل، carry on يستمر، carry out ينفذ، carry forward يرحل. يرحل يعني يؤجل حاجة، يعني postpone، يعني put off، carry يحمل، carry on يستمر، carry out ينفذ مشروع أو ينفذ حاجة، carry forward يرحل، يرحل يعني يؤجل. يا ابني لا تقراها يرحل، بوت اوف يؤجل، كنت قايل لك يرحل يعني يموت، زي ما قلت لك الفريزال فيربس باسوي، ما تقوليش يمر بعيد، باسوي يعني يرحل او يموت، وده فريزال فيرب مهم. اكتب ذا بريزنر واز جيفن ا لايف سنتنس، حكم مؤبد، دي هتاخدها في شابتر 6 لو ما انتش لسه عارفها. ا لايف سنتنس يعني سجن مؤبد، هو سجن مدى الحياه، ودي من جاي من كلمات الاستوري. بص بقى، شي از ايه اباوت ذا بروجكت، she speaks about its benefits all the time، هي متحمسة ولا قرفانة ولا متضايقة؟ بتتكلم عن فوائده طول الوقت، يبقى enthusiastic. enthusiastic متحمس، enthusiastic لسه كاتبها لك من شوية، مش angry ولا worried ولا kind. هو يا جدعان الواجب اللي ما بيخلصش ده يا جدعان، وين من عيال الطلبة دي؟ الطلبة دي لها حق تزهق يا جدعان، ايه يا عم الواجب ده يا عم؟ am I to use this dictionary، am I، عايز اقول هل انا مسموح لي؟ بيقول لك to،
to زائد مصدر اهو يبقى allowed على فكره مش I am making ولا aimed ولا allowing. خلي بالك am I allowed هل مسموح لي. cruel managers دايما المديرين القاسيين usually less work done يعني بيحصلوا على شغل قليل من الناس اللي بيهزقوهم كل شويه مش prevent ولا allow. وانا بقول لك الشيء اهو وتصريف ثالث اهو يبقى get او have مش let. I was too busy انا كنت مشغول so I ate my sister my room انا كنت مشغول هنا جاب شخص اهو تمام had لو قلت الشخص يبقى تو يبقى مصدر لا ده في تو I got who to يبقى هي دي I got my sister to مش I made my sister لو قلت I made my sister يبقى مصدر تو اكبرتها من غير تو I allowed my sister tidy سمحت لها لو حتى لو سمحت لها يبقى تو تايدي والمعنى مش هينفع انا كنت مشغول عشان كده اقنعت اختي لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جيتو مصدر my mother usually lets بتسمح my elder sister lunch when she is away lets شخص اهو lets my elder sister let مفعول مصدر فين مصدر بقى make ودايما let مفعول مصدر على فكره By the end of this, by the end of next week, بحلول الأسبوع الجاي نهاية الأسبوع ده, the road to my town, أظن ده مستقبل تام. يبقى في طريقي في نهاية الأسبوع ده الطريق ده هيتعمل. يبقى will have been paved, هيكون اتمهد أو اتبنى. مش will have paved, الجملة باسف. ولا will be, ما تنفعش will be مع إن ده مستقبل. بس أنا بقول لك باي, يبقى ده مستقبل تام. ولا will paved. We research on the global warming. We are still working on it. احنا ما زلنا بنعمل ده. يبقى ده مضارع تام مستمر. ما زلنا مستمرين فيه. مش had been. Had been دي بقى فترة واستمر في الماضي. We'll be doing. ده لسه في المستقبل هيستمر. لا احنا لسه بنعمل حاجة وما زلنا بنعملها. طبعا ده ماضي مستمر وده انتهى. يبقى will have been doing. مضارع تام مستمر. يبقى we have been doing. I took a 10 قلنا بنات وشباب بريك اهي ولما انا بوصفها يبقى من غير الاس a 10 minutes غلط ومينتس الابوستروفي اس دي غلط ودي برضو غلط هي من غير الاس a 10 minute break استراحه لمده 10 دقائق منزوعه الاس sorrowfully بحزن no one does their task well ما حدش بيعمل مهمه كويس يا ريس كلمة no one و nobody و everyone و everybody بتاخد ضمير جمع they بس خلي بالك الكويشن تاج مثبت منفي منفي مثبت فنو one اصلا نافية فلما اجي اجيبها سؤال هقول do they مش don't they ولا doesn't he ولا does he ولا ها ولا don't they لانها do they لان هي نافية اصلا هي معناها أليس كذلك someone و somebody و everyone و everybody خلي بال حضرتك هذه كلمات تعامل معاملة الجمع فعشان أجيبها سؤال مذيل no one و nobody كلمات نفي أصلا وبعد إذنك روح للفيديو بتاع الجرامر التراكمي اللي عندك اللي على القناة شارح فيه الكويستشن تاج عندك في الجرامر التراكمي وضغط لك على nobody و no one و everyone و everybody I commend you أنا أوصيك الفعل recommend لو جه بعديه فاعل بنجيب بعديه مصدر او شوت زائد مصدر طب لو نفينا المصدر يبقى يو ارنت ليت لا ده مش مصدر منفي دونت بي دونت بي يو دونت بي لا نوت بي مش يا اي ريكومند يو بي لي اوصيك تكون كذا يبقى نفيها نوت بي كيرفول هي از اظن دي صفه هي سام تايمز ميكس ميستيكس طبعا وات ايفر يجي بعدها ناون regardless ما يجيش بعدها صفه despite يجي بعدها noun او verb plus ing وشرحتها لك قبل كده هي however اللي ممكن يجي بعدها صفه however poor nader is however clever nader is however happy nader was however expensive the car was يبقى however هي اللي تتبع بالصفه he silly mistakes does he كوني بوجب هنا ايه السؤال مثبت اهو يبقى اقول he never made لو قلت never made يبقى did لان دي does يبقى مضارع تمام he never made يبقى ده ماضي he has silly mistakes غلط he makes silly mistakes لو قلت he makes silly mistakes وعايز اجيب سؤال مزايل يبقى doesn't هنا لان هنا makes مثبت يبقى اجيب doesn't لا يبقى هي الاجابه
he never makes. We never نفي فأجيب السؤال مثبت. I got low marks. أنا جبت درجات منخفضة. I wish إيه harder when I had the time. كان نفسي لسه حلينها في كتاب جاينز. كان نفسي إن أنا أذاكر لما كان عندي وقت. يبقى أنا بندم على شيء حدث في الماضي يبقى ماضي تام. I wish I had studied. ريتني ذكرت. خلي بالك مش عايزك تقول الجملة دي وانت في الآخر وانت واصل مش واصل لطموحاتك. مستر سامح is a very kind manager. He forgives. هو بيتسامح mistakes I make. بيتسامح مع أي خطأ بعمله. يبقى whatever. Whatever mistake اللي بيجي بعدها ناونا هي. In spite of being tired. بالرغم من كونه. أنا شرحت لك برضو أدوات التناقض دي وموجودة برضو عندك في الفيديو الانكرامر التراكمي بقول لك. In spite of being tired. بالرغم من كونه مجهد. He continued working. In spite of. دي synonym لإيه؟ مرادف لديسبايت طبعا. سينينيم فين كلمة سينينيم؟ مرادف هاي مش أوبزيت ولا أنتنم عكس ولا سيميلر مشابهة. لا هي مرادفة أصلا مش قصة تشابه بس. Unfortunately لسوء الحظ the bad weather us out made us to go. جعلنا نخرج ولا منعنا؟ هو منعنا على العموم. يبقى stopped us from going. مش allowed us to go سمح لنا ولا prevented us to go. بريفنت برضو كانت خدت فروم. يبقى stopped from منعنا من الخروج. يلا اخر صفحة اهي هانت. العمر بيخلص مش الواجب مش هيخلص. كل حاجة بتخلص بالصبر والعمل الجاد. فيش وصول بدون تعب. نو جين وزود بين. والله ربنا عالم اول واحد ظهره تعبه جدا وصوته رايح بس لازم. احنا في حياة ولقد خلقنا الانسان في كبد. What are the factors? ما هي العوامل that aid to achieving more progress? معروفة. To ING. يبقى lead to. اللي تؤدي إلى. Lead to. أحد العوامل التي تؤدي دائما لنجاح الصبر. Lead to. بعد ING على فكرة خلي بالك. عشان ما تبقاش تقول المصدر. اللي هو الصبر العامل الأساسي في الوصول للنجاح. وبكتبها لك عشان تعرف ولازم أن تبقى patient صبور. Patient كصفة صبور. لكن patient كشخص بمعناها الشخص المريض. بصفة معناها صبور. Which of the following is punctuated correctly? وخلي بالك من الجمل دي بقى. أنهي جملة من دول مرقمة بشكل صحيح. Do you have sugar-free cookies? هدى عندك بقى البسكويت اللي هو خالي من السكر ده. الجملة دي ما فيش غبار عليها بدأ بدي كابت عليه. وادي علامة استفهام اهي والمنادى في الاخر اهو قبل كوما اهي بس ناقصة حاجة مهمة جدا ان شوجر فري دي صفة مركبة المفروض يبقى في شرطة خلي بالك شرطة كده يبقى دي بره اللعبة خالص. دو معايا سؤال اهو صح وشوجر فري الهايفن اهي صح والايه والكوما قبل المنادى في الاخر اهو صح بس ده سؤال ما حطش علامة استفهام يبقى دي بره. Do you have sugar دي كاما مش هايفن خلي بالك من الاسئله اللي انت فاكرها غبيه دي اهي وعلامه استفهام اهي وخلي بالك هنا كمان ايه مفيش الكاما اللي هي قبل المنادى اللي في الاخر يبقى دي بره اللعب يبقى الاخيره هي الصح ادي الدي اهي ادي الهايفن اهي ادي الكاما اهي يا بنات وشباب ركز وادي علامه الاستفهام اهي يبقى هي دي اللي صح. Which of the following is used to reflect contrast بتعبر عن التناقض ويا ما صوتي راح في القاع واقول لك تناقض وريزلت وريزن. احمد doesn't read stories because he has no free time. دي تعبر عن الريزن يا حبيبي السبب ملاش علاقه بالتناقض. In addition to reading بالاضافه للقراءه I like swimming دي اصلا تعبر عن الاديشن يا بنات وشباب ادينا بنتعلم حاجه ثانيه اهو يبقى مش بنحل بس دي الاضافه. وايل احمد وايل هنا على فكره تستخدم لمعنى التناقض خلي بالك بينما احمد بيحب القراءه اي بريفير سويمنج هي دي اللي تعبر عن التناقض ووايل هنا معناها تناقضي مش معناها بينما نادر بيجري وقع انا بقول وايل نادر الشورت ماشي هيز وايف ستول وايل اي سبورت زمالك ماي فادر رحمه الله عليه والسبورتنج الاهلي كان بيشجع الاهلي تناقض بيننا وبين بعض. امير از ويل از احمد لايك دي اديشن برضو اضافه يبقى هنا عايز كونتراست تناقض يبقى هي الاجابه سي اللي هي ايه وايل احمد لايكس ريدنج اي بريفير سويمنج. ذا كور بوينت لب النقطه او النقطه الاساسيه ان ذا فولوينج باراجراف از كذا
يعني النقطة الجملة اللي بتعبر عن محتوى الباراجراف ولبه وأساسه والغرض منه. Technology can replace man in all fields of life. على فكرة التكنولوجيا عمرها ما تحل الإنسان في كل المجالات في الحياة. دي مش فكرة رئيسية أبدا ولا عمرها تبقى فكرة رئيسية. التكنولوجيا وسائل معينة مش هتحل محل الإنسان في كل حاجة. Technology is the main cause of destruction. هي السبب الرئيسي للتدمير. So we must avoid it. هي السبب الوحيد أو الرئيسي لازم نتجنبها. Technology has advantages and disadvantages. لها مميزات وعيوب. So we must use it carefully. أيوة لها مميزات وعيوب وعشان كده لازم نستخدمها بحرص. أيوة أصلا مش هتبقى حلوة كلها وسيئة كلها يعني ومش هتستبدلنا خالص يعني تماما. لا هي لها مميزات ولا عيوب. A lot of people fall prey. بيقعوا فريسة. Prey يعني فريسة. To technology addiction. لإدمان. ما هو ممكن ربنا يتوب عليهم ويبقوا كويسين يعني وما يبقاش عندهم إدمان ولا حاجة. هي اللب بتاع الفكرة الموضوع الباراجراف إنه له مميزات وله عيوب فلازم نستخدمها بحرص. آخر حاجة والحمد لله الواجب خلص اهو. الترانسليشن أو على وشك يخلص. Choose the best Arabic translation. When you work. انت عملت انت عملت تبص في الساعة يا مستر. انت مالك يا انت مالك. انا ابص في الساعة انا ما ببصش. ببص في الساعة ورايا معاد. ورايا معاد مع مين؟ انا ما انت عارف حاجة قاعد ساكت. ورايا معاد مع مين؟ تيلا. When you work on a task without a break. لما تعمل في شيء دون راحة. It's easy to lose focus. سهل جدا تفقد تركيزك and get lost in the work وتتوه في شغلك. عندما تعمل على مهمة ما بدون تعطل بذمتك بدون تعطل ولا بدون استراحة فمن السهل أن تفقد. عندما تعمل على مهمة ما بدون فترة راحة فليس من السهل. ليس ولا من السهل. عندما تعمل على مهمة ما بدون فترة راحة فبالتأكيد. مين اللي قالك أنه فبالتأكيد؟ هو بيقول من السهل ما قالش فبالتأكيد. يبقى الأخير عندما تعمل على مهمة ما بدون فترة فمن السهل أن تفقد التركيز وتشتت في العمل. آخر جملة أنا مش مسألة والله. لابد من مطالعة ما أثمرته الحضارات السابقة من إنجازات وأن نبدأ مما انتهى إليه الآخرون. There is a must to educate. Educate يعلم. يعلم الإنجازات؟ لا طبعا مش هنعلم الإنجازات. It's necessary to read about what previous civilizations had achieved. ماشي. And start from ونبدأ where others stopped. هي دي على فكرة. أهي واضحة زي الشمس. Everyone must know. كل شخص لازم يعرف. هو ما قالش كل شخص لازم يعرف أولا. ماشي. What others ended up. برا. Finding out about اكتشاف. لا مش اكتشاف الانجازات ولا حاجة. سكورت. لا مطالعة مش اكتشاف. مع السلامة. دي برا دي كده هيبقى هي دي. وهنا انتهى الواجب سواء في كتاب جاينتس او في كتاب سينيور هوت وخلصنا الحمد لله. واتمنى ان انت تذاكر وتاخد بالك من الشرح اللي انا شرحته في الفيديو وتوقف وتكتب ورايا وتشوف الاخطاء بتاعتك وتتعلم من اخطائك. ومفيش اي وصول الا بتعب زي ما قلت لك. اشوفكم على خير. وقبل ما امشي بقول لك تاني اهوت وعايز اكتبها لك كده وتاخد بالك منها وما تقفلش الفيديو. استنى. No gain without pain. مفيش وصول بدون تعب. وياريت تحطها كده حلقة في ودنك وانت بتتعب وقواك بتخور وانت بدأت تتعب وبدأت تتعب. قوم انهض عشان توصل لطموحاتك واحلامك. فيش وصول شريف محترم إلا بتعب وعناء. أشوفكم على خير. السلام عليكم.